Sabah khair. Good morning, everybody. Thank you very much. It's a pleasure to be here. It's an honor. And I would like to thank all our guests who came all the way. I would like to thank all the ministers who are attending with us. And I would like to welcome my colleagues and partners in the financial sector in Egypt. This is the word I'm going to say in Arabic. It's on behalf of His Excellency, the Prime Minister of Egypt. بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيادة السفير ربيع السادة الوزراء والمحافظون الزملاء في القطاع المالي السيدات والسادة مرحبا بكم في هذا الحدث الهام عن التكنولوجيا المالية التي تستضيفها مصر لأول مرة أود أن أستهل كلمتي بتقديم الشكر للسيد عبد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لقبوله رعاية هذا الحدث الكبير الأمر الذي يوضح نظرة سيادته الدقيقة والحازمة والجادة بأن تطبيق التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية هو من الأمور الهامة للغاية لتقدم مجتمع واسمحوا لي أن أنقل كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء لهذا المؤتمر السيدات والسادة ضيوف مصر الأعزاء الحضور الكريم اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم باسم شعب مصر وأعرب لكم عن تقديرنا لاختيار مصر لاستضافة هذا الحدث الهام الذي يكتسب أهمية متزايدة عاماً بعد عام في مجال التكنولوجيا المالية وأيضاً أنظمة المدفوعات والتجارة الإلكترونية وهي مجالات حيوية تؤثر بقوة على النمو الاقتصادي بمنطقتنا والعالم وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين لقد وضعت مصر نصب أعينها الانطلاق بقوة ثبات على مسار التنمية المستدامة فلم تجعل من الأمنيات طريقاً بل اختارت العمل الجاد ومواجهة الواقع والإجراءات العملية من أجل تحقيق ذلك ويأتي في مقدمة الأهداف أن تمتلك مصر اقتصاداً قوياً يليق بتاريخها ومكانتها وقدرات شبابها ومستقبلها ويمهد للمستقبل واعد لنا وللأجيال المقبلة اقتصاداً يساير تطورات العصر وتساير ما تشهده الساحة العالمية من تغيرات كبيرة جدا وابتكارات تجسدها بوضوح التكنولوجيا المالية التي تتطور يوما بعد يوم إن هذا المؤتمر يعقد على أرض مصر يمثل إلى حد كبير أول تجمع عالمي يعنى بالتكنولوجيا المالية ويسعى للتعرف على أحدث التطبيقات المبتكرة في هذا المجال فهذه قاعة تمتلئ اليوم بقيادات وخبراء في القطاع المالي والتكنولوجي والمبتكرين وصانعي السياسات من مختلف البقاع ومجموعة من أبرز الخبراء على مستوى العالم الذين جاءوا خصيصاً لنشاركهم خبراتهم ومعرفتهم عن تطبيقات التكنولوجيا المالية وليقدموا أفكارهم المبتكرة في هذا المجال في السوق المصري إن التكنولوجيا المالية ليست هدفاً فقط ولكنها أسلوباً تحقيق نهايات هامة وضرورة تفرضها تطلعات المستقبل ومتطلبات الحاضر والفوائد الكبيرة التي تستطيع هذه التكنولوجيا تقدمها لتيسير حياة المواطنين هذا فضلاً عن دورها الذي تلعبه في تعزيز مفهوم الشمول المالي وهو الموضوع الذي نتبناه بقوة في مصر حالياً من خلال تقديم الابتكارات المفيدة للمجتمع وبصورة مسؤولة على التوسع في إتاحة التمويل اللازمة للعملاء المحرومين ومن الخدمات المالية وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث نقدم لهم آلية للحلول المالية منخفضة التكاليف إننا نطمح لتحويل مصر إلى مركز جاذب في هذا المجال وسعياً لتحقيق هذا الهدف ملتزمون بإنشاء منظومة تتميز بالانفتاح والمرونة والابتكار الحر تعمل من خلالها جميع الأطراف المعنية السيدات والسادة إنه بعد مؤتمر الشمول المالي الدولي الذي استضافته مدينة السلام بشرم الشيخ قطعت مصر شوطاً كبيراً في مجال الخدمات المالية وخاصة في أوساط شرائح مجتمعية لم يكن لها أي علاقة بالبنوك أو بالمؤسسات المالية كما أؤكد أن متابعة القيادة السياسية متواصلة بأعلى مستوى من الاهتمام لجهود تطوير الخدمات المالية ويأتي مؤتمركم هذا ليزيد أفاق أوسع من أجل ذلك إننا على ثقة أن هذا المؤتمر سوف يتضمن من حلقات نقاشية فيما هو مفيد وهو مفيد لمجتمعاتنا وفي التواصل بيننا وبينكم أشكركم وأتمنى لكم كل التوفيق
Welcome. Okay. Thank you very much. I will not take long, but I want to ask a question why we are here today, and the reason that we thought about this convention. We believe that we wanted to send a wake-up call message to our community, our business leaders, our heads of institutions. We feel things are happening around us very quickly. Different things are happening around us. And we believe we are thinking about these matters with concern, and we believe also it comprises a great opportunity at the same time. The reason we are here, we need to go back a couple of steps. We want to ask ourselves why our communities, why our economy in Egypt has been over the years facing troubles and crises every few years. Where did we go wrong? What did we not do right? What did we miss upon? The issue that over the years, the concept with which we have been spending our financial resources needed some revision. Financial resources have been spent where capital is found. But it has sidelined talent. We invested in factories and machines. But the most precious capital that we have in our country, which is talent and minds, did not get enough attention from us as policymakers, from us as heads of institutions. And this is the resource that, if is employed up to its best potential, will create the financial stability that we continue to be seeking all the years. It will achieve the economic growth potential that we've been seeking and we've never been able to achieve. It will achieve the levels of inflation that the community would like to enjoy for stability and for social welfare. Our youth has been frustrated, not able to understand with their cultural history and with the depth they have and with their intelligent potential and with their education, why this potential is not coming out. And why is the economy in its growth is dependent on only 1% of the population? If you think about it, it doesn't make sense. 1% of the population, which is a business community, is responsible for the development, the economic development of the whole nation. No, we cannot outcrowd the most important wealth in the nation, which is the youth brains and capability and potential and drive and ambition. And today, I believe that the development in financial services technology gave us the solution of the access, the solution for the reach out. And one of the reasons I was endorsing the commencement of this conference is that I wanted to give a message to our financial system that this is our mandate. Our mandate is to be able to reach out with financial services and be able to employ financial resources wisely in the right direction. And the most wise employment of financial resources is be able to tap and make benefit of the potential of the young engineers and the young innovators and the young youth who have graduated and have a lot to provide. With the communication technology and financial technology, and I was talking to my colleagues at the central bank, we believe also that the nature of the industry is changing very quickly. And this is creating concern on our side. But as a regulator and as a policymaker and as authorities,
We are saying we need to adopt a different model in conducting our business. The model of mammoth institutions, conventional, and doing classical financial services work, it is time to revise that. It's time to recognize that changes are happening, because I feel that we are already behind. So I believe it's time that we start thinking in a different direction, in a different way, in order to be able to achieve for our institution stability, protect our capital that we already built over the years, and that we are trying to, through access and providing access to all these small entrepreneurs in technology, open the doors for them, talk with them, give them support, and implement new regulatory rules, new laws, in order to streamline for them the ability to explore their potential and provide the capital required for them to be able to develop and achieve. We at the Central Bank, for instance, were discussing a matter that we are thinking of establishing a digital bank. And in our endeavors to provide access to SMEs financing, to provide lending and financial intermediation across our society, with an economy that has tremendous potential, that's been growing at 5% over the last year, I believe that we can double these growth levels if you are able to improve financial penetration using the new financial technology. I'm inviting all the players in the industry to communicate with us as a regulator, to talk with our teams and experts, and I assure you we'll be providing them with all the support to be able to play a big role in the Egyptian market. Thank you for coming here today, and I hope you will have a wonderful seminar.